منعت الفنانة اللبنانية إليسا الإعلامية الراحلة شيرين أبو عقلة مراسلة قناة الجزيرة يلي استشهدت صباح اليوم متأثرة بجراحة، وذلك بعد إصابتها برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي. وكتبت إليسا: الله يرحمها، الظلم بشع كتير. ونشرت إليسا فيديو بفرج لقطات من مراسم تشييع الإعلامية شيرين وسط تفاعل المشيعين يلي كانوا بيهتفوا باسم الرحلة. نشر نجم قناة طيور الجنة باليوتيوبر الوليد مقداد فيديو جديد لإله برفقة زوجته نور غسان على يوتيوب، ووثق من خلاله سفرهم لتركيا. وأشار الوليد لأنه الطقس بارد جدا عندهم ومن المقرر أنه يقوموا برحلة داخل تركيا للاستمتاع بالطبيعة، ونال الفيديو نسب مشاهدة عالية. وعلى صعيد آخر كان هنأ الوليد أخته نجمة طيور الجنة واليوتيوبر جنى مقداد بعيد ميلادها وتمنى لإلها أجمل سنين. صار اسم الفنان المصري محمد رمضان مؤخراً بتردد ضمن الفنانين الأعلى أجر بسوق الحفلات الغنائية، وقبل أيام كان شارك بإحياء حفلة بالسعودية بالتزامن مع احتفالات مدينة جدة بالعيد ويلي قدم خلال عرض استعراضي. وعرف موقعنا أنه رمضان حصل على 250 ألف دولار أمريكي بالحفل، ليصير بذلك الأعلى أجر بعد الفنان عمرو دياب ويلي بيتقاضى حوالي 500 ألف جنيه. أعلنت الممثلة الكويتية شوق الهادية عن إصابتها بوعكة صحية مفاجئة أدت لدخولها للمستشفى، وشاركت صورة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي واستخدمت الستوريز وظهرت فيها من على سرير المستشفى خلال تلقيها العلاج. وما كشفت شوق عن سبب الأزمة الصحية يلي تعرضت لها، إنما انتشر الخبر بين المتابعين يلي شاركوا عبر صفحاتهم الخاصة وعبروا عن محبتهم لإلها وكتبوا عبارات تتمنوا لإلها فيها الشفاء العاجل ودوام الصحة. بعد إطلاق فيديو كليب الفنان العراقي ماجد المهندس مع عارضة الأزياء العالمية إيرينا شيك لأغنيته يلي بتحمل عنوان وعرفتك، تهجمت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي عليه، وعبرت فوز بمقطع فيديو نشرته عن غضبها من ماجد المهندس وقالت: ماجد المهندس استعان بإيرينا شيك على أساس إنها عالمية ورح تساعد بانتشار الفيديو كليب والأغنية، قسما بالله إني معصبة، ماجد المهندس جايب بكليب والأخير عارضة الأزياء هيدي بنت شيك روسية، طبعا هو على أساس عالمية ولا لو جايبني بطق كليبو الدوبل الدوبل، يعني تخيل المشاهدات يلي بيجيبوها هني بست أيام أنا بجيبها بساعة. عموما خدوا قاعدة كل اللي بالشرق الأوسط ولا واحد منهم عالمي مثلي. حكم القضاء المصري من يومين بتغريم شخص متهم أكثر من 15 ألف جنيه بعد مهاجمة كلبه كلب الفنانة المصرية أنوشكا بشهر تشرين الأول أكتوبر 2021، وكانت حررت أنوشكا محضر بتشرين الثاني نوفمبر الماضي ضد شخص بيسكن بالمنطقة يلي هي عايشة فيها بعد ما تفاجأت بهجوم أحد الكلاب المدربة عليها وقت كانت عم تمشي مع كلبتها. وبعد ما قامت بمعاتبة صاحب الكلب وطلبت منه السيطرة عليه، قام بشتمها والاعتداء عليها لفظيا وهو عم بيقلها كلمات بذيئة، وطالبت بوقتها أنوشكا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه. كن معكم بموجز الفن، إليانا بدر. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ليصلكم كل جديد.